يا مساء الخير واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار الزمالك المحليه والعالميه، وزي كل يوم نبدا بعناوين الحلقه. الزمالك وارتا سولار عوده القوى الضاربه. اوسوريو للاعبين هدفنا لقب الكونفدراليه. أرتيتا يعلنها أرسنال يحتاج للنني. وأخيرا عصام مرعي في ضيافة أخبارنا. وأما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم فيه ومنتظرين إجاباتكم، هو التشكيل الأمثل للزمالك أمام أرتا سولار وتوقعات حضراتكم لنتيجة المباراة. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على السوشيال ميديا. وهبدأ كلامي معاكم النهاردة بالذكريات، وطبعا الذكريات الحلوة. فاكرين أيام بطولة الكونفدرالية موسم 2019؟ طبعا كلنا فاكرين إن الزمالك يعني كسب بقى البطولة، وكنا فاكرين إن احنا إن شاء الله هنحقق البطولة وداخلين بثقة كبيرة جدا. لكن يا ترى فاكرين مشوارنا في البطولة بدأ إزاي؟ قبل ما ينتهي باللقب هفكر حضراتكم بموقف مر بيه الزمالك في بطولة الكونفدرالية في 2019، والزملكاويه الجامدين يبقوا فاكرين الكلام ده كويس قوي. أول ماتش في دور المجموعات الزمالك خسر من جورماهيا الكيني 4-2. الكل وقتها قال خلاص البداية وحشة وبالتالي الزمالك مش هيقدر، لكن فريقنا وقتها كان ليه رأي تاني. الزمالك بالرغم من الخسارة في أول جولة والتعادل بعدها مع نصر حسين داي وبيترو اتليتكو، ولكن قدرنا نحقق الفوز على بيترو اتليتكو بهدف ورباعية على جورماهيا، وأخيرا التعادل السلبي مع نصر حسين داي. وساعتها صعد الزمالك كأول للمجموعة، وكملنا بعدها الطريق علشان نكسب البطولة في النهاية. بطولة من البداية كانت النتائج بتقول مستحيل، لكن فريقنا قدر يتحدى المستحيل كالعادة، وهو ده اللي هيحصل الموسم ده إن شاء الله. البداية الصعبة دي هتخلي فريقنا يبذل مجهود أكبر علشان يقدر يعوض، وبإذن الله النهاية هتكون سعيدة يا زمالك. أكيد ماتش أرتا سولار مش هيكون سهل، لأن مفيش حاجة اسمها ماتش سهل أصلا في الكورة، لكن برضو الفريق الجيبوتي بقى بالنسبة للجهاز الفني كتاب مفتوح، عكس ماتش الذهاب في تنزانيا كان بالنسبة لك ده منافس غامض ومجهول، وده طبعا بيصعب من الاستعدادات ليه بشكل كويس او بشكل كبير. لكن دلوقتي مستر اوسوريو شاف ارتا سولار جوه الملعب وقدر يعرف مين ابرز اللعيبه او نقاط القوه عندهم، وايه الخطه اللي المدرب بيعتمد دايما عليها، وده طبعا هيخلي المهمه اسهل بكتير من ماتش الذهاب، وخصوصا كمان ان الزمالك مكتمل الصفوف. وحط تحت مكتمل الصفوف دي 100 خط، كل اللعيبه جاهزه، مفيش مركز في الملعب فيه نقص، وده ان شاء الله هيخلي الجهاز الفني يلعب كل لاعب في مركزه. مفيش داعي لتعديل المراكز، مفيش داعي للمجازفة، مفيش داعي ان احنا نحط لاعب في مركز غير مركزه. وايه الداعي ما دام كل اللعيبه اصلا جاهزه وموجوده والسكواد بتاعك كامل للماتش؟ اكيد كل الحاجات دي في حسابات مستر اوسوريو ان شاء الله، وانا متاكد انه حاطط بدل السيناريو 1 و2 و3 للتعامل مع مباراة ارتا سولار. وزي ما بقول كل يوم ثقتنا في الفريق ملهاش حدود، وثقتنا في حضرتك كجمهور لنادي الزمالك ملهاش حدود، ومتأكد ان شاء الله 30,000 راجل زملكاوي هيكونوا في استاد القاهرة، وان شاء الله بإذن الله ثقتنا فيكم دايما ملهاش حدود.
وإن شاء الله برضو الزمالك يكسب ونحتفل هنا مع بعض في قناة ناديكم بهذا المكسب. وبمناسبة الكلام عن ماتش أرتا سولار، تعالوا نطلع نشوف التقرير ده ونرجع نبتدي أخبار. تنازلي لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الاثنين والثلاثين للكونفدرالية الإفريقية المقرر انطلاقها في 7 مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي. ويواصل الفارس الأبيض تدريباته اليومية بصفوف مكتملة بعد عودة القوى الضاربة، وتأكد جاهزية كافة اللاعبين للقاء الكونفدرالية. وفي المقدمة يأتي الجناح الطائر أحمد فتوح العائد من الإصابة ليضيف قوة كبيرة للتشكيلة البيضاء سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي لما يمتلكه من مهارات فنية خاصة. كما تأكدت جاهزية المدافع الشاب حسام عبد المجيد بعد تأكيد الجهاز الطبي عدم معاناته من أي إصابة عضلية تعوق مشاركته في مباراة بطل جيبوتي، لتصبح مشاركته في يد الجهاز الفني وفقا لرؤية الكولومبي أوزوريو. كما ستشهد قائمة الزمالك عودة الثلاثي نبيل عماد دونجا وعمر جابر وحمزة المثلوثي بعد إراحتهم في مباراة المقاولون الأخيرة لتجهيزهم بدنيا لمواجهة الكونفدرالية. وأيضا سيعود للقائمة المدافع المخضرم محمود علاء بعد غيابه عن لقاء المقاولون بسبب الإيقاف. عودة القوة الضاربة لصفوف الزمالك أمام أرتا سولار تزيد من تفاؤل الجماهير البيضاء لتحقيق الريمونتادا المنتظرة والفوز بفارق أكثر من هدفين لضمان التأهل. ولن تكون القوة الضاربة متمثلة في اللاعبين فقط، بل أيضا سيتواجد 30,000 مشجع زملكاوي في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته المصيرية، وهو ما يزيد من قوة الزمالك ويزيد من معاناة المنافس. ولن يتبقى سوى تمني التوفيق للفارس الأبيض وتحقيق الفوز المنتظر وتخطي عقبة بطل جيبوتي بعد السقوط المفاجئ في مباراة الذهاب التي شهدت غياب العديد من العناصر الأساسية بخلاف غياب التوفيق عن اللاعبين، لتصبح مباراة العودة مصيرية ليستكمل الفارس الأبيض مشواره نحو حصد لقب إفريقي جديد. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، معانا مفاجأة لجمهور نادي الزمالك، معانا نجم دخل القلوب بدون أي مجهود، الناس كلها حبته وأجمعت على موهبته لأن هو خرج من وسط الناس، ببساطته أدائه وتلقائيته سرق قلوب الكثير. أسقس مشرفني ومنورني. حبيبي يا أحمد ربنا يخليكم، ميرسي على المقدمة الجميلة دي والله. ده حقك والله. حبيبي يا احمد ربنا يخليك يا حبيبي. انا عارف تماما ان انت بتصور ومشغول اليومين دول، بس لما طلبناك في قناه نادي الزمالك ما تاخرتش. طبعا يا سلام. في البدايه اسقس ببارك لك على تالقك وعلى الاعمال العظيمه اللي انت قدمتها في الفترات اللي فاتت والادوار الرائعه في الحقيقه امتعتنا. حبيبي ربنا يخليك والله، ده فضل ربنا الحمد لله. باشا سر التالق ده ايه؟ زملكاويتي هي اللي سر التالق، شفت بقى؟ الله عليك. طيب عايز اعرف بقى رايك في استعدادات نادي الزمالك والمباراه الهامه امام نادي ارتا سولار، وشايف المباراه دي ازاي؟ والله بص انا بتمنى طبعا ان احنا يعني نفوق بقى بسرعه، يعني فاهم، انا مش عايز اتكلم عن ماتش بعين، عايز اتكلم في المجمل. نادي الزمالك ده نادي كبير واسم كبير وليه عشاء و محبين في كل العالم كله. صحيح. دايما لكل جواد كبوه، واحنا اتعودنا على ده من زمان قوي. ايه اللي بيفرق معانا وايه اللي بيقومنا؟ هو اللعيبه، شغف اللعيب او ان هو عايز يموت نفسه في الملعب. دايما من زمان كنت متابع ماتشات الزمالك، عمر جمهور الزمالك ما زهق من اللعيبه لو عملوا اللي عليهم، يعني احنا ممكن نخسر ماتش بس تحس ان الفرقه لعبت ماتش جامد. خلاص، ما هو الخساره والمكسب ده عادي ممكن تحصل في اي ماتش. صحيح. بس ما بتحس ان انت اللعيب الفرقه ذات نفسها عملت اللي عليها وانت خسرت عادي خلاص. ده جمهور الزمالك متفهمه جدا جدا، لان الزمالك معودنا على الكوره، ان في كوره بنتفرج عليها،
ما بعرفش اشوف حتى الزمالك لما بيكسب وتحس ان الماتش ما تلعبش فيه كوره الجمهور ما بيفرحش، صحيح يعني مش بنفرح ان احنا كسبنا ايه وخلاص لا احنا بنحب الكوره، بنستمتع بلعبه الكوره ذات نفسها، ده مدرسه الكوره في نادي الزمالك من زمان. فكل اللي مضايقني الفتره دي بصراحه هو ان انا حاسس ان اللعيبه شغفها ناحيه ان هي تكسر الدنيا وان هي تقرص على نفسها فاقل شويه، بتحس ان في يأس شويه. لا احنا من زمان متعودين على كل الكبوات وحصل بدل المره مليون، بس بنلاقي اللعيبه واقفه مش فارق معاها اي أنا حاجه عارف غير يا ان انت هي بتتكلم بحب، يعني بحكم حبك للفرقه، طبعا واذا كنت بتعاتب اللعيبه فانت بتعاتبهم من اجل الاحسن ومن اجل الافضل، لان لا طبعا خلاف على زملكاويتك. طبعا طبعا هو ده من حب يعني طبعا للفريق. خلي بالك اللعيبه كلها انا بحبها واصحابي، يعني كل اللعيبه اصحابي جدا ما تقول فانا لنا كده يا استاذ، بحبهم مين من جدا. اللعيبه بتتفرج معاه مثلا على ماتشات لو هو مستبعد من مباراه، على تواصل مع مين؟ والله كل اللي انا عمر جابر صاحبي وشيكا جميل وزيزو طبعا، وكابتن لا شيكا يعني ناس كتير عشان ما انساش حد، كل الناس، وبعدين الجيل القديم كل الناس صحابي جدا، ودايما كنت بكلمهم على طول. انا عايز افرح بقى، عايز اجيب صحابي، كان عايز يعني فاهم، كان كل كلامنا كده، وكانت الناس بتعمل اللي عليها. فانا واثق في اللعيبه، اللعيبه اللي موجوده كلها رجاله صحيح. وهيفوقوا على طول. الماتش الجاي ده انا مش بتكلم فيه، الماتش ده يعني ما فيهوش كلام، ان شاء الله باذن نعم الله هنكسب، يعني هنكسب. انا بتكلم على البطوله بقى ذات نفسها كلها، ان شاء الله لعيبه الزمالك رجاله، والسنه دي هم في تحدي كبير في عز المشاكل دي كلها. كنا دايما بنلاقي لعيبه الزمالك رجاله بيفاجئونا صحيح وبياخدوا كل البطولات اللي موجوده واحنا ما عندناش اي حاجه، لا دعم ولا اي حاجه، كل حاجه ضدنا عادي، بس بتلاقي الملعب مولع نار. أس ده أس اللي انا نفسي بقى الاقيه بقى. أس أس أنا أعلم تماما مدى حب جمهور الزمالك ليك. من زمان انا عايز اقول لك ان انا يعني من 10 12 سنه كنت على طول كل الماتشات في الاستاد وكل التدريبات كنت بروح في 100 عقبه، كنت بتفرج على يعني كل الحاجات دي انا عشتها، فعشان كده انا بتكلم من جواه قوي، فمفيش حد يزعل كجمهور مني. لنادي الزمالك. لان انا نفسي افرح، نفسي اتبسط، وما بحبش اشوف الزمالك شكل وحش خالص، ما بحبهاش خالص. يعني ساعات لما بلاقي فيه كام ماتش كده مش حلوين ما بحبش اتابع حتى الرياضه، يعني فاهم، ما بتفرجش على كوره خالص. فدي من الحاجات اللي بتضايقني، بس في نفس الوقت ببقى عارف وواثق ان في لعيبه رجاله، في لعيبه بتعشق نادي الزمالك، واللي محتاجه الزمالك دلوقتي اللي بيحب التيشيرت الابيض بس، صحيح اللي عايز نادي الزمالك هو دوت اللي احنا عايزينه يبقى متواجد، حتى لو كريستيانو، لو جبنا كريستيانو ومش بيحب نادي الزمالك مش عايزينه، بتفق مش معاك مليون في هيفيدنا. المية، بتفق معاك بس مليون في المية. أسس بقى يومه بيبقى ماشي ازاي؟ يوم الماتش بتتفرج على الماتش، بتروح مثلا بتتفرج مع الشباب لو انت في التصوير. طبعا لازم ماتش الزمالك ده فاهم، وخصوصا بقى الماتشات الكبيره دي بنتفرج، بنتجمع كلنا انا وربيع وتوتا واسلام سالم يعني في ناس كتير كده بنتجمع الشلة بنقعد كلها. نتفرج على الماتش سوا. وانا طبعا حمايه مجدي سالم من اكبر الناس اللي في نادي الزمالك من زمان، يعني الناس كمان جوه النادي عارفاه، فانا كمان هو الفتره دي زعلان وانا نفسي فاهم، يعني بيقول لي كلم اللي انا عايز افرح، فانا نفسي تفرحوا حمايه بالله عليكم قوي بقى. ان شاء الله باذن الله كلنا نفرح ونحتفل يا اسس يوم السبت بالفوز الغالي لنادي الزمالك وبتالق يا رب اللعيبه كمان ان شاء الله. انا واثق في ده باذن الله. اللعيبه رجاله واللعيبه هتفوق بسرعه، والاجهاد والحاجات دي كلها هنعديها، وطول عمره الزمالك هو اللي بيتحدى كل المشاكل اللي حواليه، بغض النظر عن اي مشكله موجوده في الدنيا. اللعيبه بتحب نادي الزمالك، بتحب تيشيرت نادي الزمالك، بتحب انها تكسب، هو ده أسس اللي هنشوفه الفتره الجايه. تتفق معايا ان احنا في حياتنا لما نادي الزمالك بيكسب ده بيأثر على مودنا وبيأثر على حياتنا بشكل عام، وحتى كمان في شغلنا بتبقى تحس ان انت نفسك مفتوحة كده؟ طبعا يا سلام، ده انا بص عايز اقول لك تقريبا الحاجات لو الناس شافتنا فيه حلوه اعرف ان وقت التصوير ده الزمالك خد جايزه في حاجه، يعني فاهم؟ يعني لما تلاقيني متالق في فنيا في حاجه اعرف ان الزمالك الفتره دي كان الزمالك جميل. فايق. طبعا تتمنى مين يبدأ المباراة؟ والله بص عشان ما مش حتتي قوي برضو في الحته ديت، بس انا اتمنى الناس الجاهزه اللي هي ما فيش حاجه في دماغ غير
90 دقيقة الزمالك هيكسب إن شاء الله، يعني هيكسب حتى لو عنده إصابة، فاهم حاجة؟ أنا عايز اللي جواه، اللعيب من جواه اللي عايز يكسب بس. بتقعد اكيد بيبقى في مناوشات كده الحاجات، تعرف الكوره دايما هدفها ان احنا نكون بنختلف، لان الكوره مفيش حد بيتفق عليها، فبتقعد تختلف كده وتتخانق مع مين من النجوم زمايلك؟ انا بختلف معاهم كلهم يا لهوي. ده احنا رافعين قواضي. اخر خناقه كانت مع مين؟ لا كتير، فهمي وتوتا و... طب ممكن تحكي لنا خناقتك مع فهمي؟ لا ده كنا في دبي، وكان ماتش كان بيتلعب، كنا احنا في دبي، كان عندنا افتتاح فيلم مستر اكس في دبي، والماتش كان معايا احمد السبكي طبعا، وعملوا عليا حفله هناك، واحنا كنا قاعدين في جافيل بنتفرج، وكنت بطالب طبعا بالمحاكمه دوليه ليهم، بس الحمد لله صالحنا يعني. اسس عايز اعرف منك بقى، يعني بالتاكيد دايما اسس بيمتاز ان هو راجل دمه خفيف، واي مكان اسس موجود فيه اعرف ان انت هتموت من الضحك، فعايز اعرف كده مقلب اسس عمله في حد او اتعمل فيك عمرك ما هتنساه. لا بص، اصل المقلب دي مرتبطه على طول بالشغل، يعني دايما واحنا في الشغل خلي بالك احنا برضو شغلانتنا عشان فيها ضغط طول الوقت عصبي ونفسي، وبتصور ممكن 3 4 ايام ورا بعض من غير ما ممكن تروح تنام ساعه وتكمل، فطول الوقت لازم نشغل نفسنا بحاجات عشان ما ننامش، فانا بشغل نفسي بان انا اذي الناس، فاهم انت؟ هتلاقي مثلا كرفان مثلا قاعد فيه فنان ولا حاجه، فلازم افصل الكهرباء عنه وادايقه، يعني فاهم؟ بنعمل الحاجات ديت في الكاميرا مثلا، بيبقى في حاجه اسمها زاويتي وزاويه اللي قدامي. صحيح. فدايما زاويه اللي قدامي دي انا ببقاش طالع في الكاميرا، بقعد اطلع له التاني مثلا، نقعد يعني فاهم، بنروح نعمل حاجات. هتتفرج على الماتش فين يا اسس؟ انا نفسي اروح الاستاد، بس انا مش هروح الماتش ده، انا ان شاء الله اروح اللي بعده. تروح اللي بعده. طيب بس انا نستنى اشوف بقى رجاله الزمالك ان شاء الله، انا واثقين فيهم باذن الله يكسروا الدنيا، ده ماتش بامر الله، بامر الله محسوم ان شاء الله يا رب، وباذن الله نكمل البطوله على خير، وناخد كل حاجه في عز ادمتنا زي ما عودتونا. وحصل قبل كده يا اسس يعني كتير، انت لسه خدنا الدوري سنتين ورا بعض، وخدنا الكاس في عز الازمات وفي عز ايقاف القيد انت لسه بتقول الكونفدراليه في 2019 ابتديناها ازاي ونهينا بالبطوله. اخيرا رسالتك للاعبي نادي الزمالك يا اسس. ان شاء الله انتوا قدها، ان شاء الله انتوا رجاله، انتوا بتحبوا نادي الزمالك، بتحبوا تيشيرت، عارفين ان ده تيشيرت غالي جدا، عارفين ان في ملايين من الناس المحبين، الواحد لما بيوقف على المسرح بيبقى شايل مسؤوليه الناس اللي جايه عندها هم وعايزه تضحك. صحيح. انت بتلعب في الملعب شايل مسؤوليه كل الجمهور والعشاق اللي بيحبوا النادي، اللي بيستمتعوا بيفرحوا بتغير لهم مودهم، واللي تعبان بيخف، كل الحاجات دي انت شايل مسؤوليتها في المباراه اللي جايه، اوعى تنسى الناس دي، عشان باذن الله هنكسر الدنيا ان شاء الله. وانا بضم صوتي لصوتك، وبشكرك طبعا ان انت خصتنا بهذه المداخله، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في اعمالك اللي جايه، ومتالق كالعاده. طيب في الحقيقه نجم كبير وزملكاوي يعني اصيل، بشكرك يا اسس على وجودك معانا في قناه الزمالك، قناه ناديك. ونبدا اخبارنا بقى من فريق الكره، وتحديدا هنتعرف على تفاصيل جلسه اوسوريو مع اللاعبين قبل تدريبات النهارده، واللي اكد فيها على اهميه ماتش ارتا سولار وضروره الفوز بنتيجه كبيره تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصله المنافسه على اللقب. كمان شدد المدير الفني على ثقته في قدرات كل اللاعبين لتحقيق الهدف وتخطي المرحلة الحالية في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز. كمان اتكلم مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مع اللاعبين، وطالب منهم بضرورة العمل على هدف واحد فقط، وهو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أي أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب. كمان وضع الجهاز الفني للزمالك برنامج تأهيلي للاعبين على هامش المران، وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للعيبة مع اقتراب ماتش أرتا سولار الجيبوتي، وقاد علاء رجب مخطط الأحمال الفقرة التأهيلية، وأدى لاعبي الزمالك بعد بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة بجانب الإطالات علشان يكون اللعيبة جاهزة بشكل أفضل. طبعا ممكن نشوف إن شاء الله المعدل البدني بيزيد، ده طبعا من أجل الاستعداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.
مكملين مع استعدادات الزمالك لماتش أرتا سولار، واللي حرص خلالها الجهاز الفني انه يخصص فقرة تدريبية لمجموعة من المهاجمين والمدافعين على هامش التدريب، ويتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب المدافعين، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية داخل أرض الملعب، وقاد أحمد مجدي وفيريرا هيريدا هرناندو المدربين المساعدين تدريبات المهاجمين، وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل. وكمان حرص أوسوريو على متابعة تدريبات المدافعين والمهاجمين، وقام بتوجيه اللاعبين لتنفيذ المطلوب. بالتوفيق يا رجالة. لسه مع أخبار فريق الكرة، واللي هيختتم استعداداته لماتش أرتا سولار صباح غدا الجمعة، بناء على قرار الجهاز الفني اللي قرر التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. طبعا وطبعا صباح دخول الزمالك في المعسكر المغلق اللي هيكون إن شاء الله غدا بأحد فنادق القاهرة. نروح بقى لطاقم تحكيم ماتش الزمالك وأرتا سولار، واللي وصل للقاهرة النهاردة بنقول لهم حمد لله على السلامة. امبارح بقى طبعا الكاف أخطر طاقم تحكيم من غانا لإدارة المباراة، بيتكون من الغاني دانييل لاريا حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه كواسي بروبي مساعد أول، ورولالد ني أديه مساعد تاني، بالإضافة إلى تشارلز بولو الحكم الرابع. كمان وصلت بعثة أرتا سولار الجيبوتي إلى القاهرة أمس الأربعاء، وكان في استقبالهم مسؤولي العلاقات العامة بالنادي. طبعا إن شاء الله يتم استقبالهم ويتم التعامل معهم بأحسن شكل ممكن. مكملين مع ماتش أرتا سولار، واللي هيعقد الاجتماع الفني الخاص بيه بكرة الساعة 4 العصر في أحد الفنادق بالقاهرة، وطبعا علشان الاتفاق على كل ما يخص الأمور الفنية زي كل مباراة طبعا بياخدها نادي الزمالك. وفي هذه المباراة في الاجتماع الفني هيحضر من الزمالك أحمد حسني المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات. في الحقيقة مجهودات رائعة من ميلا، يعني مسيرة كبيرة مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار. نسيب بقى كرة القدم ونروح لفريق كرة السلة اللي بيشارك في بطولة الدوحة الدولية حاليا، وبيقدم عروض مميزة جدا. علشان كده أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق سعادته بالوصول للدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعد الفوز على الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي ليتصدر المجموعة الثانية بالبطولة. وكمان أكد عبد الوهاب إنه رغم طبعا النقص العددي بغياب خالد عبد الناصر وخالد المشد وإصابة أحمد إسماعيل وعدم وجود المحترف الأجنبي مع الفريق، لكن لاعبي القلعة البيضاء استطاعوا أن يتغلبوا على جميع الظروف وعلى كل الفرق في المجموعة بفضل الدفاع الجيد. وأشار ياسر عبد الوهاب إلى سعادته بتألق جميع لاعبي الفريق، خاصة صانع الألعاب ياسر وعلي حجازي ومعاذ أيمن وأحمد ياسر. وأضاف مدرب سلة الزمالك إن غدا الجمعة سيكون راحة لجميع الفرق على أن يلعب الزمالك مع بيروت اللبناني في دور نصف النهائي للبطولة يوم السبت المقبل بإذن الله. وبعد ما خلصنا أخبار نادينا نروح بقى لمجموعة من الأخبار المتنوعة، ونبدأ أخبارنا من عند منتخبنا الوطني واللي تقرر سفره للإمارات يوم 9 أكتوبر المقبل بإذن الله لخوض مباراتي زامبيا والجزائر الودية استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل. منتخبنا هيدخل معسكر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي من 10 إلى 17 أكتوبر، وهيلعب مباراتين وديتين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام زامبيا 12 أكتوبر والثانية أمام الجزائر 16 أكتوبر.
ونروح لنجم منتخب مصر محمد النني اللي نال إعجاب وإشادة من الأسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بعد عودته للمشاركة أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية بعد ما شارك النني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء للمرة الأولى بعد أكثر من 260 يوم من الغياب بسبب الإصابة. سلامات يا نني وحمد الله على السلامة. ونعرف بقى رأي أرتيتا اللي كان ليه تصريحات في الموقع الرسمي لأرسنال بعد المباراة واللي قال فيها إن من الرائع رؤية محمد النني يعود إلى الملعب لفترة قصيرة بعد إصابة طويلة الأمد، وأكد أن أرسنال في حاجة لوجود النني في الفترة اللي جاية، وكمان ده تصريح مهم جدا خصوصا بعد أن نجح أرسنال في التأهل لدور الستاشر من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على برينتفورد بهدف ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة. ويخلوني أرحب طبعا بمحمد مراد المنسق الإعلامي والزميل العزيز اللي في الحقيقة بيبذل مجهودات كبيرة جدا داخل جدران منتخبنا الدينامو. مراد برحب بيك، منورني ومشرفني حبيبي يا أحمد، وكل سلام طيب وخير وبارك لك على البرنامج، إن شاء الله بداية موفقة كده وتكسر الدنيا. الله يبارك فيك يا مراد، وحشني والله. وعايز أبتدي معاك بطبعا معسكر منتخبنا وتطمنا بقى على اخر الاستعدادات فيما يخص معسكر ابو ظبي باذن الله. يعني زي ما كلنا عارفين الحمد لله، يعني كان في اتفاق على ماتشين وديين للمنتخب يوم 12 ويوم 16. اول ماتش كان زامبيا ان شاء الله، ثاني ماتش هيبقى الجزائر يوم 16. اتحاد الكوره بالتنسيق مع الشركه المتحده للرياضه مجلس ابو ظبي تم الاتفاق على الماتشين. شايف من وجهه نظري يعني ماتشين كويسين جدا، استعداد وبروفه قويه جدا يا احمد. قبل اول حاجه انت عندك ماتشين شهر 11 تصفيات المؤهله لكاس العالم، وبعد كده عندك كاس افريقيا في شهر 1. فشايف ان انت تجربه زي دي تجربه قويه جدا مع الجزائر تحديدا، منتخب قوي ومنتخب من اقوى منتخبات القاره الافريقيه، فده استعداد قوي جدا. ان شاء الله هيتم الاعلان على القائمه يوم 7 القائمه النهائيه. كان من ايام كده مستر فيتوريا اعلن عن قائمه المحترفين الاوليه، وان شاء الله القائمه النهائيه هتبقى يوم 7 ان شاء الله. المنتخب هيسافر او هيتوجه لابو ظبي ان شاء الله يوم 9 اكتوبر. يعني طرح التذاكر، يعني كان تم طرح التذاكر على الموقع خاص مكتب ابو ظبي الرياضي من ايام احمد، وفي اقبال على التذاكر هناك من الجاليه المصريه، وان شاء الله يبقى الاستاد ممتنع عن اخره. تحديدا ماتش الجزائر طبعا يعني مواجهه عربيه قويه في الامارات، فاعتقد ان ماتش الجزائر هيبقى عليه اقبال جماهيري كبير. الجاليه المصريه يعني زي ما احنا متعودين في ماتشات السوبر بقى، سواء اهلي او زمالك او اي بطوله ثانيه احمد هناك في الامارات، حضرت كذا ماتش بتشوف الاقبال الجماهيري هناك كبير ازاي، وتشوف الاهتمام الجماهيري ازاي والاهتمام الاعلامي ازاي يعني في مصر، وحفاوه الاستقبال والتنظيم كل شيء يا مراد في الحقيقه. ولكن عايز في الحقيقه من خلال وجودك معايا ان انا احيي صاحب قرار ان احنا نلعب امام منتخب الجزائر، لان كان في انشقاق في هذا الامر يا مراد وانت تعي تماما. ناس كانت بتقول احنا لعبنا قدام تونس المستوى ما كانش احسن حاجه، خارج من هزيمه امام تونس، ولكن القرار جريء ان انت بتقول لا، منتخب مصر اسم كبير بيمتلك افضل لاعبي القاره، عندنا نجوم كتير جدا لا حصر لها، فكان قرار شجاع. انت رايح بطوله امم افريقيا داخل عايز تاخد اللقب، انت منتخب مصر، فبالتالي قرار شجاع جدا يا مراد في الحقيقه. بحيي كل القائمين على المنتخب على هذا القرار. بص يا احمد، يعني هنتكلم عن ماتش تونس، يعني ماتش تونس انت خسرت بظروف خارجه عن ارادتك، انت كان عندك اكتر من نجم غايب وعندك اصابات كتير جدا. يعني انت لو المنتخب بتلعب بالقوام الاساسي بتاعك او القوام اللي احنا متعود عليه، يعني لو عبد المنعم موجود، حجازي كان موجود، الوش كان موجود، الناحيه الثانيه اكرم، محمد هاني، اللعيبه فتوح كان موجود، مثلا زيزو شارك، لكن طبعا وقتها لسه كان الفرقه كلها راجعه من فتره اعداد، بقى لها ما كملش خمس او ست ايام، فكان عندك ظروف. تريزيجيه طبعا انت مفتقد واحد بحجم تريزيجيه،
شجاعه الجيل طبعا كان عندك غيابات كتير جدا انني برضو فكان عندك ظروف اصابات اول حاجه وثاني حاجه ان انت بادئ يعني واخد اللعيبه من الانديه بتاعتها وهو لسه بيشارك ثلاث او اربع ايام او خمس ايام معسكر اعداد فالحاجات دي كلها كان سبب رئيسي في الخساره امام تونس لكن انت الهدف زي ما مستر بتقولي قال مؤتمر يا احمد وانت اكيد فاكر بقول لك ما فيش فريق بيكسب على طول وما فيش فريق بيخسر على طول انت الهدف من الوداد انت بتجرب لعيبه جديده بتشوف لعيبه جديده وده الهدف من الوداد كسبت صحيح. طبعا حاجه كويسه جدا وبتديك دافع خسرت بتعالج الاخطاء دي وتقدر تعوضها في الماتشات اللي جايه فشايف زي ما قلت لك في البدايه منتخب الجزائر طبعا منتخب من اقوى منتخبات القاره الهدف اللي انت يعني في فتره الاعداد دي او المعسكرات دي او الماتشات الوديه دي انت تقابل فرق قويه تقدر يعني تجهز اللعيبه عندك وتبين مستواك عالي الحمد لله انت فريق كبير طبعا معاك صلاح ثالث افضل لعيب في العالم صحيح فرصات مميزه جدا عندك مصطفى محمد الحقيقه اللي بيقارن مصر الدنيا في فرنسا بذكرك لمحمد صلاح كان في الحقيقه ليه حديث هام جدا مع لعيبه صغار في المنتخب ولكن لا نقصد الصغار مقاما ولكن نقصد الصغار سنا واللعيبة الكبار طبعا القدام في المنتخب فدور محمد صلاح في المنتخب وحديثه مع اللاعبين طبعا عقب المباراة كان عامل ازاي وانت على طول متواجد مع المنتخب يا مراد فطمنا كده وتقول لنا حديث صلاح للناس في الحقيقة يهمها تعرف وتعرف اكتر كمان عن حديث صلاح مع هؤلاء اللاعبين يعني صلاح الحقيقة احمد لعيب كبير بره الملعب وجوه الملعب الناس كلها الحقيقه بتحبه بيعرف يلم اللعيبه الصغيره وبحريص في اول معسكر ليه او اول تجمع للعيبه الصغيره دي ان هو بيقعد معاهم وبيعملهم وبيشجعهم يبقى في نوع كده من وصلات الهزار والضحك منهم اللي هو بيخرجهم بيرفع الضغوطات بيرفع عنهم الضغط وبيخرجهم ان انت خلاص انت بقيت واحد مننا في المعسكر والحقيقه الناس كلها احمد يعني ما فيش بقى نغمه جوه زمالك واهلي زمالك واسماعيلي اهلي لا خالص والله اللعيبه كلها على قلب رجل واحد اللعيبه كلها على قطب بعض كويسه الشناوي وصبحي الدايوب اكتر اثنين قاعدين مع بعض يتعزوا يضحكوا ويهزروا زيزو وفتوح واللعيبه واقرا يعني اللعيبه كلها اصحاب واللعيبه كلها العلاقه كويسه صحيح طبعا اللي بيحظى بحب واحترام الحقيقه وثقه اللعيبه كلها سواء كبار او صغار او جهاز فني فان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه الفتره الجايه عندهم اختبارات صعبه جدا الفتره اللي جايه وعندهم ضغوطات كبيره جدا أم أفريقيا اللي جاية يعني كوتيفوار عندك ثلاث أو أربع منتخبات أفريقية قوية جدا كوتيفوار طبعا على ملعبها تبقى منتخب قوي جدا لكن إن شاء الله ثالثة ثابتة بإذن الله أنت صعدت نهائيين قبل كده 2017 و2021 إن شاء الله البطولة دي تقدر توصل من النهائي وتفوز باللقب إن شاء الله ويبقى إنجاز اللعيبة اللي موجودة دي اللي يعني تعبت وبقالها أكثر من 12 سنه او 13 سنه موجودين ما خدوش بطوله مع المنتخب لكن ان شاء الله يعني ربنا يكرم مجهوداتهم ان شاء الله في المعسكر اللي في امم افريقيا اللي جايه ويفوزوا باللقب باذن الله. مراد شرفتني ونورتني وانا بشكرك على كل هذه الاخبار والكواليس فيما يخص منتخبنا الوطني ويعني نطلع بقى دلوقتي لفقرتكم المحببه فقره الضيف معايا النهارده واحد من نجوم نادي الزمالك القدامى واحد من اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين فترات كبيره مع نادي الزمالك الكابتن عصام مرعي ما تروحوش في اي حته استنونا عاش الزمالك في الحقيقه بحيي فريق الاعداد والاخراج على الاغاني دي عايزين بقى من الاغاني دي كتير قبل ماتش ارتا سولار معايا نجم هو قبل ما يكون لاعب في نادي الزمالك هو مشجع زملكاوي اصيل محب وعاشق لنادي الزمالك كابتن عصام مرعي مشرفني منورني اهلا بيك يا احمد وسعيد ان انا موجود معاك وسعيد ان انا موجود في قناه نادي الزمالك بيتنا وكل التوفيق يا رب ان شاء الله منور بيتك دايما يا كابتن حبيبي كابتن عايز اتكلم معاك في البدايه عن الفرقه بشكل عام هل شايف ان السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها تاثير على اللعيبه هل التاثير ده ايجابي هل التاثير ده سلبي يعني يمكن ايام حضرتك لما كنت بتلعب ما كانش فيه سوشيال ميديا فشايف ان دي نقطه ايجابيه للعيبه ان يبقى في تواصل مع الجمهور ويشوفوا الدعم حتى في ظل عدم وجود الجمهور يعني بيبقى الموضوع بقى هم بيتابعوا اللعيبه طبعا بالتاكيد بشكل كبير جدا لكن بيبقى ليها تاثير على اللعيبه خاصه لما بيبقى النقد دوت بيبقى ممكن اللعيبه تتاثر يعني لما يكون نقد مش سليم ومش صحيح ويكون سلبي وما بيدكش الحافز او الدافع للعيبه بشكل قوي جدا يعني انت دلوقتي الاغنيه وانت بتقول
بتحيه للاعداد وتحيه للاخراج فعلا على الاغاني ديت. انا انا لو عايز البرنامج كله يبقى الاغاني ديت، لان انا مثلا لما بسمع الاغاني دي على نادي الزمالك بتفق مع حضرتك. على فكره انا جسمي بيقشعر لان انا زملكاوي عندي 5 سنين، بتحرك جدا جدا غير طبيعيه. وكان ايام لما كنت تفكر عزيز الشافعي لما كان الاغنيه بتاعته الشهيره واغاني كتيره كمان، واحمد طارق يحيى، واحمد طارق يحيى ده طبعا دي ما انساهاش، جميله جدا للكابتن طارق يحيى طبعا. فكل الحاجات دي كلها بتبقى ذكرياته بتعيش معانا، خاصه في التتويج والبطولات والماتشات المهمه زي ماتش ارتا سولار، ده من الماتشات برضو المهمه في نتيجته الاولى. يعني هو مباراه عايزه توصلك للمجموعات عشان تخش، لكن هي المباراه الاولى كانت مفاجاه لينا في النتيجه ان احنا خسرنا بهدفين وكده، فعايزين نعوض، فمحتاج ان انت تحفز اللعيبه وتشد اللعيبه، لكن ما تحاولش ان انت تضغط عليهم اكتر من اللازم. يعني التحفيز العادي لازم اللعبة تبقى هادية جدا، ولكن لازم اللعبة تكون مركزة بنسبة 100%. عجبني جدا وفي المداخلة اللي انت مع أس مع محمد أسامة، شوف في بعض الكلمات بتتقال ممكن تقولها للعيبة، هي وهو ده اللي احنا عايزينه من اللعيبة انها تعملوه في الملعب. يعني هو أسامة بيقول ايه، أسامة طبعا فنان طبعا انا بحبه جدا وبعزه جدا، بيتكلم يقول لك اللعبة تعمل اللي عليها، ما حدش يقصر، اللعبة تبقى رجالة، اللعبة تلعب بقلب بروح. هو ده اللي انت، هو ده نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك انت ساعات ممكن انت تغطي على الامور الفنية بالروح القتالية العالية. التيشيرت الابيض ده كنا بنشوف الجماهير في المدرج نفسها، وكنا نقعد نبص من اوضة اللبس نشوف الجماهير في المدرج. انت ممكن لو انت نازل الى حد ما شوية جاي مركز بس قلقان شوية ومكسر شوية، الجماهير دي بتديك دافع غير طبيعي. صحيح. تخليك تنزل تاكل النجيله في الملعب، وانا عايز اقول للعيبه انها تنزل تاكل النجيله في الملعب. في حاجات ساعات بيحصل مننا عشان احنا بنغير قوي على النادي وبنغير على نادي الزمالك. صحيح. وبيأثر فينا لما بتكون في، تحس ان مثلا مش النتيجه، يعني انا ما يزعلنيش النتيجه على قد ما يزعلني الاداء. ولاقي في تقصير، ولاقي في لا مبالاه، ولاقي في رعونه، ولاقي في حاجات من اللعيبه بشكل معين. كل الحاجات دي كلها بتخليني ان انا اقعد اقول مثلا رسائل واقول يبقى في تنور كشاف كده، تنور كشاف للعيبه زي همسه عتاب كده في ودن اللعيبه تفوق. ففي ردود افعال بتبقى الناس بتبقى ناس بتزعل، تديك ردود افعال على الكومنتات وعلى الحاجات دي كلها. انا مش منتظر ده لان انا ما ببصش للكومنتات ولا بتاع ترندات خالص، لكن انت بتبص على ان انت عايز الزمالك دايما يبقى في احسن مكانه وفي اعلى مكانه بشكل كبير جدا. احنا في الماتش الاول ما جيناش خالص، ما كناش موجودين من حيث الطريقه ومن حيث التشكيل ومن حيث كل حاجه في المباراه. حضرتك شايف البدايه كانت غلط؟ ها جدا، يعني هو يريح اللعيبه الاساسيين، خصوصا ان كان في 5 ايام كان ممكن يقدر ان هو يستعد فيهم بشكل كافي او يعمل ريكفري للعيبه بشكل كافي. في حضرتك جدا انا يعني عايز، انا عايز النهارده انا بس عايز اسرد لحضرتك الرايين. وحضرتك تقول لنا رايك. طيب. يعني الراي الاولاني بيقول لك ماشي تمام هو يريح اللعيبه الاساسيه، الراي الثاني يقول لك لا انت عندك 5 ايام تقدر تعمل ريكفري، تقدر تدي يوم كمان اجازه وتقدر ترجع اللعيبه دي، وان ماتش المقاولين لا يقل عن ماتش ارتا سولار. يبقى انا مع الثاني عشان انا اكلمك وانا مدرب، مش اكلمك وانا لعيب، اكلمك وانا مدرب. لا تقدر تعمل ريكفري وتقدر في ال5 ايام دول اللعيبه تلعب. ولا على فكره انت كنت بتلعب في الدوري العام، وبعدين بتلاقي ماتش واحنا وبنلعب في الدوري العام تلاقي بتلعب في ماتش في افريقيا وبتسافر وبترجع. صحيح. ترجع دوري عام وهكذا، وتقدر تعمل الريكفري. وما كانش فيه التكنولوجي، مفيش التكنولوجي زي دلوقتي. صحيح. لكن انا مش عايز اجي دلوقتي عشان بيبقى في امور خاصه بالمدرب. المدرب دلوقتي في اللقطه الشهيره بتاعته لما بكى، وطبعا هو طلع وصرح ان والدته كانت مريضه، واحنا كلنا طبعا متعاطفين معاه في الجزئيه دي، لان دي حاجه انسانيه. صحيح. الحاجه الانسانيه دي ما نقعدش نتريق ولا نسخن منها. جدا يا كابتن. دي مهمه جدا، فاحنا معاه. هو بيقول الحقيقه او ما بيقولش الحقيقه، لكن هو ذكر ده، فاحنا كلنا متفقين على انه قال الحقيقه، فاحنا معاه انسانيا. لكن انا بتكلم على المباراه، انا مش عايز النهارده، انا جاي على فكره، انا ما بجيش كتير قناه الزمالك، بس انا جاي عشان ايه؟ عشان يبقى فيه ادعم، مش جاي عشان يبقى فيه الانتقادات والسلب. لا، انا بتكلم على ان اللعيبه تنزل تعمل اللي عليها، ويبقوا رجاله في الملعب ويلعبوا بقلب ويبقى قد التيشيرت الابيض دوت، ويعوضوا الخساره هناك. وانا الروح يا كابتن، حضرتك لخصت كل حاجه، الروح، الروح العاليه والقتال. يعني ايه؟ بيقول لك في الروح ديت وانت بتلعب وبتأدي في الروح ديت، بتلاقي اللي في الالتحامات والبتوين اللي بين الالتحامات في مع المنافس. لما كنا بنلعب ما كناش بنشوف المنافس، كنا على قد ما كنا بنبقى شايفين الثلاثه بونط او شايفين المكسب، فبنلعب ليه.
صحيح. وانت بتلعب ليه بتلاقيك بتجري تجيب الكره من الاوت، ما تستناش الولد الصغير يجيب لك الكره، انت اللي تجري وتلعب الاوت بسرعه والالتحامات وترجع تدافع وتهاجم. ده اللي بيصنع الفرق، هو ده اللي بيعمل الفرق. لان انت برضو الزمالك لما اتقال ان مباراه بيراميدز، لما اتغلبنا من ارتا سولار ودخلنا مباراه بيراميدز، انا صرحت قلت تصريح حتى كنت في برنامج الاسبوع اللي فات، مش بقوله عشان انا اقول حاجه مختلفه، لكن كل الناس توقعت على السوشيال ميديا زي ما ذكرت يا احمد ان الزمالك هيخش يلعب بيراميدز هيشيل ثلاثه او يشيل اربعه مع السكواد اللي موجود والصفقات القويه المدويه بتاعت بيراميدز. لكن انا كنت ان نادي الزمالك مش هيخسر، ونادي الزمالك يا اما لو ما كسبش مش هيخسر. صحيح. يعني ممكن بحكم التاريخ كمان يا كابتن، هو ده بقى، ان الزمالك هو الزمالك حتى طبعا. في اصعب الظروف واحلك الظروف الزمالك بيشرط فاضيه هو الزمالك. قدام اي منافس مع كل الاحترام للكل، الزمالك دايما عنده اولويه او عنده افضليه عن اي فرقه. هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها، ولما بنتكلم بتكلم فيها بقلب وبتكلم فيها بثقه. يعني انا دايما وانا بتكلم على الزمالك في احلك الظروف واصعب الظروف وانا مش واخد اي حاجه، بقول لك بروح قايل للاعيب الزمالك ارفع راسك فوق، لانه لعيب الزمالك ما يعملش كده ابدا، هو يرفع راسك على طول وانت كسبان وانت خسران، لان تاريخك كبير قوي وبيشهد لك ونجومك كتير قوي وتتويجك كتير قوي، وانت قدمت كوره يعني من احلى الكوره اللي تقدمت على مدار تاريخ نادي الزمالك. احكي لحضرتك قصه سريعه كده، كنت في الامارات من حوالي اربع خمس شهور كده، فاتفاجئت ان الناس كلها بتتابع القناه والناس بتتفرج على الكوره المصريه ومتابعه جيده جدا لنادي الزمالك بالذات. فكنت بتكلم مع احد اصدقائي اللي عايش في الامارات، هو اماراتي، قلت له ايه سر شغف الشعب الاماراتي بنادي الزمالك؟ لان هناك يا كابتن زي عندنا بالظبط، يعني زملكاويه بجد، مش زملكاويه اللي هو بالاسم كده، لا أيوة هو زملكاوي قوي وبيتابع وبيشوف وبيسافر ورا النادي وبيجي مصر يتفرج على ماتشات، ولما الزمالك بيروح وراه. فحبيت اعرف ازاي الزمالك مؤثر بهذا الشكل على مجتمع او على شعب كامل غير مصري. فقالوا لي لان اللي علمنا الكرة هم الزمالكاويه، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، قالوا لي دول كانوا مدربين عندنا، كانوا مدربين في الامارات، وكابتن احمد عبد الحليم طبعا، مش عايزين ننسى حد، بس الناس دي بيقول لي هم اللي علمونا الكرة. يعني انت لما بتيجي تذكر في الامارات بتذكر في اليمن، بتذكر في الكويت، بتذكر في الوطن العربي كله، بتلاقي اسماء زي اللي انت ذكرتها. يعني بتذكر مثلا في اليمن والكابتن ابو رجيله، بتذكر في الامارات الكابتن احمد عبد الحليم، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق، يعني في اسماء كبيره جدا. صحيح. جدا اثرت وعملت شعبيه كبيره جدا لنادي الزمالك في الخليج، في الدول العربيه. مش بس كده يا كابتن، ده هم علموا الناس دي الكوره. يعني وجودهم نفسه في التوقع. وعلموا الكوره، مش الكوره بس، مبادئ الزمالك وروح الزمالك وهم كمان والمايند سيت بتاعه الزمالك اللي هي دايما انا عايز اكسب. احنا كمان كنا صغيرين في الوقت ده، يعني في الجيل السبعينات ده كنا صغيرين شويه. لكن انا حبيت الزمالك ووعيت على الزمالك والتيشيرت الابيض من خلال والدي رحمه الله عليه طبعا، ومن جيل السبعينات. يعني انا مواليد ستينات، فانا كان جيل السبعينات ده بالنسبه لي هو الزمالك، برغم ان لكن كانت في مدرسه الفن والهندسه الستينات برضه، لما بنذكر اجيال معينه، لما يعني الكابتن حماد امام لما بنتكلم على طبعا، وقيس عليه بقى اسماء كتير قوي، بس عشان البرنامج عمل شعبيه كبيره جدا، في اسماء كبيره قوي لو قعدنا نذكر اسماء كل اسم لوحده. صحيح، محتاجين حلقات. بالظبط كده. طيب، رؤيه حضرتك الفنيه لمباراه ارتا سولار، وشايف حضرتك يعني اوسوريو يبتدي بالتشكيل المعتاد بدون التركيز في مراكز التغيير في مراكز اللاعبين، ولا حضرتك رؤيتك ايه؟ اوسوريو اتمنى انه يكون موفق في اليوم دوت، ويكون في البدايه ويكون واقعي، لان هو انا مش عايز الزمالك الشوط الثاني ده، المباراه مش مستحمله. صحيح. ان انا ضيع منها شوط في كل مره، لكن المباراه دي انا محتاج ان انا افوز، لازم افوز 3-0، ولازم كمان ما يجيش فيا جول، يعني بلعب على الشقين دولت، لازم ابدا بدايه هجوميه قويه جدا واضغط فريق ارتا سولار. اتفتحت المساحات بالنسبه لفريق حضرتك تقصد هنا ان هو يقسم المباراه، هو يقسم المباراه، يقسم المباراه، لان الربع ساعه الاولى بالنسبه لنا مهمه جدا، لازم انا اسجل فيها. نعم. فلازم اضغط بشراسه، ضغط بشراسه، لازم العب براس حربه. ده كان السؤال بقى، حضرتك شايف ان هو يلعب زي ما بيلعب دايما براس حربه وهمي، ولا سترايكر صريح، وممكن لو عايز يلعب بمهاجم وهمي اللي هو شادو سترايكر مفيش مشكله؟ هو بيقول ان هو بيلعب بطريقه هجوميه. الزمالك مع اوسوريو لاعب 20 مباراه. الزمالك مع اوسوريو لاعب 20 مباراه، داخل في الزمالك 25 هدف.
طب اقول لحضرتك معلومه، حاجه حصريه من كنترول. في اتجاه داخل نادي الزمالك دلوقتي ان اوسوريو يلعب باتنين مهاجمين، والاتنين مهاجمين مش وهميين، لا مهاجم صراحه صراحه. تلعب صراحه قال يعني. خليني اقول لك مثلا انت ممكن تعمل ده لما تيجي مثلا على سبيل المثال انت بتلعب، هتلعب بسيف الدين الجزيري راس حربه، انت ممكن تحط اوباما تحتيه، ما اوباما يلعب دي ويلعب دي، يعني يلعب 10 ويلعب 9، ما هي 10 دي اللي هي صحيح. اللي هي تحت الفرود بلاي ميكر، بلاي ميكر، و9 دي اللي هي بتلعب انت راس الحربه، فانت بتلعب باثنين اهو في الحته دي بشكل معين. ممكن ده لا، ممكن مكان اوباما لو اوباما هيلعب يلعب سيف الدين الجزيري، ده اساسي. انا اللي بقول ده وجهه نظري، انا بقول ان سيف الدين الجزيري لازم يبدا، لان سيف الدين الجزيري ده لعيب عنده خبرات، ده لعيب منتخب تونس، ده لعيب دولي صحيح. مهما كان، لان مش سيف الدين الجزيري هو دي قناعات، لكن مش سيف الدين الجزيري اللي هيتقال عليه الاسباب فنيه. لكن ممكن اكون انا مش جاهز في الوقت دوت، ممكن اكون خارج من اصابه فيتقال عليا ان انا الاسباب فنيه، لكن ممكن سيف الدين الجزيري، ممكن اوباما في المكان ده، ممكن شيكابالا، ممكن ناحيه اليمين حط زيزو، ما تتوهش زيزو في هاف رايت وهاف ليفت وقصص كده مش كويسه، بتفقد اللعيب قيمته ومسته وخطورته. فزيزو حطه ناحيه اليمين ويقدر يشتغل من ناحيه دي كويس قوي. عجبني جدا مصطفى شلبي، هو على فكره كان في الماتش اللي فات بدا يفوق الراجل، هايل هايل جدا، لكن محتاج مسانده. طب مسانده ممكن تيجي من مين؟ ممكن لو يا ريت فتوح يرجع يبقى باك ليفت، يلعب في مركزه، في مركزه. وبعدين هو كان بيعول عليه ان هو يعمل الترانزيشن او التحول من الدفاع للهجوم، برافو عليك، بالكرات اللونج باس اللي بتتعمل يضرب بيها اربع خمس لعيبه. كمان مصطفى كمان لازم يطور من نفسه صحيح. يعني مصطفى شلبي لعيب هايل ولعيب مهاري ولعيب عنده قدرات ان هو يقدر، مش ده دور المدرب يا كابتن؟ دور واللعيب كمان يبقى عنده ان هو جزء. حضرتك تفيدنا بقى في القصه، في التلت الهجومي دايما انت مش كل ادائك يا مصطفى، انت بتادي اداء الباك ليفت، يعني الظهير الايسر كل امكانياته ان هو يزيد ويكمل عشان يعمل كروس بول، يعمل الكره العرضيه، لكن في باكات ليفت كمان بتوصل عشان تسدد وتخترق وتسجل، ودي الكره الحديثه، ودي الكره الحديثه. فما بالك الجناح اللي هو مصطفى شلبي اللي هو بيلعب في التلت الهجومي 70-80% لازم يبقى مؤثر على المرمى اكتر ما هو بيروح من بره عشان يعمل الكروس. حضرتك تقصد ان هو الفعاليه بتاعته تكون يبقى جوه الصندوق، يبقى جوه الصندوق صحيح، يعني يشتغل في الوان تو، يشتغل في الاختراق، يشتغل في التسديد. حضرتك فين فين التحليل؟ لا انا في التعليم، انا موجود الحمد لله، يعني الحمد لله. طيب حضرتك كنت بتتكلم على النواحي الدفاعيه وان نادي الزمالك استقبل اهداف كتيره جدا في اخر 20 او 25 ماتش، عشان نذكر عشان ما نقولش ان احنا بنجيب النقطه السلبيه لا الزمالك 25 هدف عايزين نقول في 20 مباراه، في 20 مباراه لا ده مش نادي الزمالك في 20 مباراه. انا 25 هدف. انا بعتذر حضرتك، بس احنا دايما بنستعرض او بنعرض المشكله، عايزين بقى نعرض الحل بتاعها للمشاهد او حتى اي حد من الجهاز الفني، طبعا هم اقدر وافضل مننا بكثير، ولكن احنا بقى محبين لنادي الزمالك وحضرتك قيمه كبيره جدا. حضرتك هنا شايف ان نادي الزمالك يثبت هو كثير التغييرات في الخط الخلفي، هو كثير التغيير وفي نص الملعب وفي الفرق، هو بيغير ما كتير. وجدش ضلته في الثنائيه الدفاعيه، حضرتك تقصد ده؟ لا 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 لا، هو يقدر يعمل ده ويكتشف ده. انت ممكن تيجي في اول شهر ونص ولا شهرين انت كمدرب لسه ما وقفتش على المستوى الفني للعيبه كلها، فلسه بتشوف ده صحيح. فممكن واحد تؤمن بيه وتلاقيه كويس وبعد كده يبتدي يخدعك، لكن انت بعد ست شهور موجود خلاص، انت وقفت على التشكيله الثابته بالنسبه للفريق بشكل كبير جدا، فتقدر انت تقف على التشكيله الثابته عشان اللعيب كمان ما يروحش منك. ما هو اللعيبه اساسا انا ممكن انا كعصام مرعي يتوه منك، انا ممكن كعصام مرعي يبقى عارف ان انا بنزل الملعب وعارف انه ان انا هتغير في اي وقت، ما بيدينيش الباور ان انا اشتغل 100% 100% لان انا عارف ان انا هتغير وبتغير. فعشان كده تلاقي دايما عندي اهتزاز في المستوى، وعندي اهتزاز حتى كمان في ايه في اللياقه الذهنيه، والتركيز والباور والثقه. الكونفدنس الثقه دي لو راحت منك كلعيب زمالك تبقى مشكله، فعشان كده انا عايز اصلا يا كابتن، يعني انا بعتذر، عايز اضيف حاجه صغيره على كلام حضرتك، تيشرت نادي الزمالك لوحدها تديك ثقه اساسا. طبعا، بس احنا عايزين ايه زي ما بيقولوا ايه اللعيبه تبتدي بقى ايه، يعني يبقى في عمليه استنفار للقوه. اعتقد رؤى في الماتش اللي فات اللي هو بتاع تغلب على نفسه كان هايل صحيح. لكن ممكن يبقى بديل كويس معايا، لكن ممكن ابدا بدونجا وابدا جنبي عمر جابر لو جاهز يبقى متحرك. بتشوف ازاي تألق المسلوسي يا كابتن برغم ان هو لاعب اجنبي، ولكن المسلوسي في الحقيقه بقاله فتره بيقدم مستويات كبيره جدا، لان هو ده لعيب هو بيلعب باخلاص من جواه، بيلعب باصرار، بروح عاليه جدا صحيح. جدا لعيب سيريس قوي، هو بياخد الامور بجديه وبيشتغل على هذا الاساس، سواء انت بتحطه في الباك رايت
اه بتحطه في المساك يعني. هو بيلعب مدافع برضه فبيلعب الاثنين كويس قوي. ولعب منتخب تونس فهو لعيب برضه مهم موجود في الفريق. لما انت بتطلع لفوق نص الملعب هو لازم الراجل يلعب التشكيله دي ما يبتديش يبتدي ايه يفتكس. يعني هو هتلعب باربعه ورا، هتلعب باربعه ورا، هتلعب باثنين ثلاثه واحد. طب ما تحط لنا تشكيل كده يا كابتن. هو اللي انا قلت لك عليه ده يعني. طب اديني اسامي، انا هكتب ورا حضرتك. هتلعب حراسه المرمى. حراسه المرمى هيبقى لو عواد سليم يلعب عواد. عواد ماشي. من الشمال لليمين. بالشمال هيبقى مثلا عشان فتوح، ما هو عبد الشافي او فتوح انا مقتنع ما فيش مشكله. ماشي. هيبقى حسام وحسام عبد المجيد وجنبه. رغم ان حسام مش عاجبني مستواه في الفتره الاخرانيه خالص. لكن ممكن حسام ومحمود علاء. محمود علاء فعلا يقدر يعني، كان موقوف ورجع يرجع. والمسلوسي ناحيه المسلوسي. ماشي. البوكس تو بوكس يلعب دونجا. دونجا ايوه. ويلعب جنبه مين؟ ممكن يلعب السيسي او عمر جابر. السيسي او عمر جابر. بتميل لمين اكتر يا كابتن؟ لا هو طبعا انت هنا هتميل. او الماتش ده محتاج مين؟ هتميل للثمانيه اللي بيزيدوا بيكمل يعني. لو عمر جابر بيكمل وبيكمل مع اللعيبه عمر اكتر في المهاجمين. يعني انا عايز برضو يبقى سته واقف والثمانيه عمر جابر. حد ثمانيه يكمل بشكل كويس قوي في الحته دي. ماشي. يشتغل كويس. تلعب على الاطراف طبعا. ممكن تشتغل وممكن تشتغل كمان في الحته دي، تزود في العدد اللعيبه المهاجمين يعني. ممكن تشتغل بدونجا وممكن تفاجئ الناس ان انت ممكن تلعب باوباما في نص الملعب جنب اوباما. 8 يلعب عادي. يلعب لعبها قبل كده. لعبها ويلعب شيكابالا فوق وتزود زيزو وتزود مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. بص لكن انت لما تيجي في ماتش المقاولين هتلاقي عدد اللعيبه المدافعين كانوا اكتر من اللعيبه اللي عندهم حلول هجوميه في ماتش المقاولين. افتكر نعم. هتلاقي سبعه مدافعين. لكن انا مش هلخبطك عشان لما انا شديت لك اوباما تحت. لكن انت هتحط اوباما، هتحط في نص الملعب اثنين من ثلاثه. دونجا ده اساسي، ده رقم واحد. واحد من عمر جابر او السيسي. طيب ارد على حضرتك بقى بلسان حال الجمهور او لسان حال اسوريو. هو اسوريو دلوقتي لو قاعد هنا هيقول لحضرتك انت كده عايزني اميل اكتر او 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 اروح اكتر للناحيه الهجوميه وهاجي بشكل كبير على الناحيه الدفاعيه. هو انت دلوقتي انت خسران اثنين، انت عايز تكسب ثلاثه. لا انا بس بقى يعني لازم انا معاك. انا دلوقتي عايز اهاجم، انا عايز اهاجم بسبعه ثمانيه. بس هو في حاجه في التدريب هيبقى في توازن اقصد. طبعا. هو انا دلوقتي لما بحط لعيب مثلا هحط شيكابالا. طب نكمل التشكيل لحضرتك. ماشي. احنا قلنا عواد من الشمال لليمين. عبد الشافي، المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، دونجا وعمر جابر. دول سته وثمانيه. تمام. حضرتك هتلعب بمين على الطرف؟ على الطرف بقى هتلعب بزيزو. زيزو تلعب. ماشي. بزيزو. ها؟ اوباما او شيكابالا ممكن واحد بالاثنين، ما فيش مشكله. اختار واحد. اوباما مثلا. أوباما. يشتغل ويخلي شيكابالا الشوط الثاني ينزل معانا يأدي بشكل كويس. ناحيه الشمال مصطفى شلبي. سيف الدين الجزيري راس حربه. انا شايفه تشكيل قوي جدا بس كده ناقص واحد. لا لا هما كده على طول 4-2-3-1 على طول. 2-3-1. لا 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 مش هغلط انا في. ماشي تمام. فمظبوطين كده 4-2-3-1 صح. بس وتشتغل على هذا الاساس. لكن ما فيش افتكاسات في ثلاثه ورا عشان الطرفين لو جناحين الباكين يعني هم اللي هيزيدوا يكملوا. يبقى بتلعب اربعه مثلا، بتلعب لو بتلعب ثلاثه 4-2-1. هو بيلعب ساعات بالطريقه دي، بيلعب بثلاثه مساكين وراه. بس اقول لحضرتك على حاجه يعني من خلال رؤيه التدريبات. هيلعب بثلاثه ورا. عايز يلعب بثلاثه ورا. طيب خلاص انت بتلعب بثلاثه ورا. عشان يبقى انت هنا بتعتمد. يبقى كده هيزود. بتعتمد على الظاهرين ان هم يكملوا كاجنحه. صحيح. فهنا انت بتعمل كثافه هجوميه. يبقى لو حطينا مثلا كده هو هيلعب هاي بريس. انت هتلعب هنا بالمسلوسي. ماشي. وشيفو ومحمود علاء ولا حسام عبد المجيد؟ هتلعب بشيفو مثلا ومحمود علاء او حسام عبد المجيد، واحد من الاثنين. مفيش مشكله. طيب احنا نكمل بقيه التحليل الفني والرؤيه الفنيه لحضرتك، ولكن بعد الفاصل استنونا. بجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين. كابتن عصام كنا بنتكلم عن خطه اسوريو لو هو هيبتدي بثلاثه ورا زي ما احنا شفنا او لاحظنا خلال التواجد طبعا في تدريبات نادي الزمالك. وكنا بنتكلم برضو خلال الفاصل عن نيمار. لا نيمار في مباراه بيراميدز كان احسن لاعب وان اوف ذا ماتش، يعني احسن لاعب في الملعب. وانا استغربت ان هو خرجه. الولد كان ماشي، كان عامل ناحيه اليمين، كان عامل فاتح الجبهه دي ناحيه اليمين، كان مكسر الدنيا. هو كان مفتاح لعب، كان قوي جدا.
فلحظه لقيته اتغير بقى بره الملعب، الا اذا كان في اصابه ولا حاجه، لكن شايف ان هو سليم و100%. انا شايف وجوده سواء من البدايه او على الدكه في نزوله هو لعيب بقى مهم ومؤثر جدا. نيمار انه ما يقعدش، سيد نيمار بياخد الجبهه اليمين دي بشكل كويس قوي، انه ممكن يشتغل فيها. حضرتك شايف يبتدي بثلاثه ولا باربعه ورا؟ ما هو انا لو قلت ثلاثه هو بيلعب بثلاثه، يمكن ده اسلوب لعبه اللي هو بيشتغل بيه. فانت بتحط ثلاثه اربعه ثلاثه، بتلعب ثلاثه اربعه، يبقى انت هتحط اثنين في نص الملعب. لو قلنا هتحط دونجا وهتحط عمر جابر، يبقى الطرفين هتحط نيمار يشتغل ناحيه اليمين، وهتحط ناحيه الشمال سواء عبد الشافي او يشتغل فتوح. تلعب مين سرد باك؟ سرد باك، ما هو سرد باك هيلعب مثلا، ممكن يلعب محمود علاء. محمود علاء، محمود علاء بشوف الخبره مهمه جدا، ويبقى موجود يعني حسام وهدر رائع بصراحه. لا لا لا، هو وجوده في الحته دي يقدر يظبط جنبيه، يبقى على يمينه يبقى المسؤول هو او حسام يعني ايوما. بس بشوف ان محمود خبرات افريقيه يبقى موجود في المباريات اللي هي الماتش ده. حضرتك شايف ان هو، انا ملاحظ ان حضرتك بتميل اكثر للعيبه الخبرات، الخبره الخبره في المباراه دي، لان انا متاخر بهدفين وعايز اجيب ثلاث اهداف. اللعيبه دي الخبره عاشوا مثل هذه المواقف الصعبه دي اللي انت بتحاول فيها ترجع للمباراه بشكل قوي جدا. ازاي ممكن يستفيد بزيزو كواحد، مش واحد، هو افضل لعيب في الدوري المصري؟ لازم تقرب زيزو دايما من الثلث الهجومي، لان خطوره زيزو في الثلث الهجومي مش في العمق، ما تحطوش في نص الملعب. هو بيحطه كتير لما بيلعب في نص الملعب بثلاثه، بيحط زيزو، وزيزو بيفتقد مسته الكبيره جدا. صحيح. وزيزو مش، انا مش بحطك مش لعيب محوري، هو محوري بيلعب او صانع لعب او بيلعب باسنج او بيبتدي يوزع اللعب او لا خالص. انا بحط زيزو في الثلث الهجومي ده عشان الحاجات اللي هي فيها تسديدات على المرمى والسرعات العاليه جدا والكروسات والاسيستات اللي ممكن يعملها بشكل كويس جدا. بتحط كمان في وجود مثلا مصطفى شلبي، ومحتاج زي ما قلت لك مصطفى شلبي وجوده في الملعب برده مهم بشكل كبير جدا. شيكابالا، ايهما شيكابالا او اوباما يبقى موجود، لكن لابد ان يكون يستفيد ازاي من اوباما؟ يستفيد من اوباما في انه يبقى راس حربه ثاني، انه يبقى راس حربه ثاني بشكل معين، يعني بقى اوباما ما تنزلش نص الملعب، مش عايزك تنزل، وتبقى راس حربه ثاني تحت الجزيري على يمينه وعلى شماله، بتتحرك بشكل كبير جدا، ان انت تكمل دايما مع الهجمه تبقى راس حربه تاني. وبنقول دايما كده للمهاجمين، لو انت بتلعب براس حربه وتحتيه مثلا رقم 10 ده، بيكمل دايما يبقى موجود، يبقى كاننا بنلعب باثنين روس حربه. ويبتدي من ناحيه اليمين بيكمل مثلا زيزو، بيجي من تحت برضه من يبقى مواجه للمرمى، او من ناحيه الرايت كمان يشتغل، وناحيه الشمال بيبقى مصطفى شلبي. يبقى انت فاتح الجبهتين، الجبهتين بيشتغلوا بالعمق كمان، انت بتشتغل بشكل كويس جدا. ده الشغل، ان انت يبقى عندك العناصر اللي هي عندها الحلول الهجوميه، اللي عندهم التسديدات، كل واحد عنده ميزه. لكن في نفس الوقت انت لما تلاقي سيف الدين الجزيري موجود، وشلبي وزيزو موجود، واوباما وشيكابالا، واللعيبه دي بتبقى موجوده في الملعب، واطراف كمان لو نيمار وفتوح او عبد الشافي، تلاقيك بتهاجم بسبع لعيبه. يعني بيستنى بس في الحاله الدفاعيه بيبقوا ثلاثه، اتنين سرد باكين مثلا، ومثلا لعيب وسط ملعب اللي هو رقم ستة اللي هو دونجا مثلا، ده اللي بيفضل في نص الملعب. لكن في حاجه مهمه جدا في كره القدم، ان انا لما بفقد الكوره في حاجه اسمها ارتداد تحت الكوره، الترانزيشن بقى. برافو عليك. 10 لعيبه كلهم احنا، انا في حاله دفاعيه 100%. ويا كابتن، كنت بتكلم امبارح مع حماده طلبه عن هذه الجزئيه، ان نادي الزمالك بيفتقد لي، او مش بيفتقد يعني، هو محتاج يظبط شويه حته الترانزيشن. لما نكون بنلعب هاي بريس والكره تضيع مننا، هو ميال اكتر لطريقه بيب جوارديولا، وحتى كمان الصحف العالميه كانت بتتكلم عن اوسوريو في هذه الجزئيه، ان احنا نستخلص الكره في اسرع وقت ممكن، بدايه من الاسترايكر او شادو سترايكر. ما هو ده شغل تدريب على فكره، انا لازم اعودك على، لان انا موزع البرنامج التدريبي كمان خلال اسبوع، ان انا هشتغل اسبوع ده ضغط على الخصم واستخلاص الكره في اقل زمن ممكن بشكل كبير جدا. خلينا يا كابتن حضرتك، اتفضل بس اتفضل كمل. والضغط ده بيخلي بيدي باور للعيبه، وبتقدر تستخلص كوره في اقل زمن ممكن. وفي نفس الوقت لعيبه نادي الزمالك لازم يكون عندهم استحواذ ايجابي، يعني من الصعب جدا ان انت تفقد الكوره، تبقى لعيب في نادي الزمالك وتفقد الكوره بسهوله. اخيرا يا كابتن، حضرتك اتكلمت في جزئيات هامه جدا، ولكن فيما يخص الخبرات الافريقيه والدوليه لحضرتك طبعا مع نادي الزمالك، فاكيد اتعرضت لمثل هذه المواقف، تنقل الخبرات ازاي للعيبه؟ لا، انا شايف ان الامور مش في دقيقه، مش صعبه قوي. انا شايف ان هو فريق احنا ادينا له اكتر من حجمه قوي، عشان احنا خسرنا وكنا وحشين. لكن انا بقول لك اهو، لو الزمالك في هو ما كانش فيه نسبه في المية للعيبه نادي الزمالك في هذه المباراه، لكن انا بقول لك ان الزمالك لو بنسبه 50 60% ما دخلتش في 70 80 و90. لو 50 60% هتعدي الدور ده وانت
وانت 10 على 10. كلمه للجمهور عشان نستغلهم في هذه المباراه على اكمل وجه. لا جماهير الزمالك جماهير مش محتاجه كلام، جماهير وفيه، جماهير عظيمه جدا، الناس بتشجع، وانت كمان وانت شايف ان الامور متازمه والامور برضو بتروح وتيجي ولسه الفوز بيتاخر والتعادلات والخساره، لكن الجماهير حاضره لانها بتحب النادي. كابتن عصام تيجي نشوف راي الجمهور في سؤال الحلقه عن التشكيل الامثل لمباراه ارتا سولار. اولنا مع حازم فرج، مساء الخير عليك يا كابتن احمد. التشكيله المثاليه هي محمد صبحي، محمود علاء، حسام عبد المجيد، عبد الشافي، المسلوسي، دونجا، رؤى، مصطفى شلبي، اوباما، زيزو، سيف الدين الجزيري، وان شاء الله نفوز 4-0 ويسجل الاهداف شلبي والجزيري، وكل التوفيق والدعم لنادينا الحبيب. انا كمان اتمنى ذلك يا حازم. كابتن عصام مش حابب بقى تشاركنا؟ واقعي يعني التشكيله الاولانيه والفوز والهدف كان واقعي جدا، ما احنا معاه ما بعدناش يعني في اختلاف واحد ولا اتنين، لكن التشكيله كلها خبرات واللي احنا قلنا عليهم. بتفق معك جدا. انا نونا بتقول مساء الخير عليك يا احمد، نورت قناه نادينا العظيم. التشكيل الامثل والمتوقع في حراسه المرمى: محمد صبحي الدفاع، المسلوسي، محمد طارق، محمود علاء، عبد الشافي خط الوسط، عمر جابر، نبيل دونجا، اوباما الهجوم، زيزو، الجزيري، مصطفى شلبي. اتوقع فوز الزمالك 4، واهم حاجه انهم يلعبوا بروح وحماس ورجوله، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. انا بشكرك يا انا نونا على هذا الكلام. انا نونا في هنا واهم حاجه انهم يلعبوا، بص كلام عشان دي مهمه جدا، يلعبوا بروح وحماس ورجوله. صحيح. يبقى هم حاسين، جمهور الزمالك حاسس بالفعل. هم دي جزئيه مهمه جدا. طيب كابتن، يعني انا الوقت للاسف خلص، الوقت محرك بيعدي بسرعه جدا. حبيبي يا احمد انا بشكرك وشرفتني ونورتني. اشكرك يا احمد، اشكرك، استمتعت جدا بوجودك معايا. اشكرك حبيبي، تسلم. مشاهدينا مشاهدي قناه نادي الزمالك العظيم، يعني دي كانت نهايه حلقتنا، وفي الفقره التحليلية أو في فقرة الضيف اتكلمنا في أمور عديدة جدا فيما يخص الأمور الفنية والتحليلية وأيضا التشكيل الأمثل لنادي الزمالك. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استمتعتوا معانا إن شاء الله، ودايما تستمتعوا معانا على قناة ناديكم نادي الزمالك. وفي الختام سلام.